إذن من علامات ومن أمارات سلامة القلب حسن التوكل على الله، وربي قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن علامات سلامة القلب الرضا بقضاء الله وقدره، خاطر لازم واحد يرضى بما كتبه الله، مرحبا باللي عطى الله. إلا قبل هاد المثيلية رضا سولي سديفك ربي، قال استقبالي مرحبا ستيكشي ربي. وذين يهدينا ربي في سورة البقرة في الآيتين 155 156: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات المدينة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. 155 156 سورة البقرة. وربنا في سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن الابتلاء كاين، وقد قرأنا على مسامعكم ما قاله الإمام الشافعي الله يرضى عليه والله يرحمه: دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والسخاء، يغطى بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه السخاء، فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا شقاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. إلى أن يقول: ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. اكفوا. إذن القلب السليم. والخاتمة نقول اللي عنده إيه طبعا عنده معالمة أخرى، أنه يحب الناس، يحب الناس لا يكره الناس، يحب الناس يتشوريس للحمالة. الله يرحم داغونا قفير السنان، الحمالة يلا ذا حلفو نكون نرس رسفو قوة قفيري على بال قوة مليح، خاطر سيدينا دي فلاحان، فلاحان تمزران عاش دي مدرسة الحياة، سنرى الدبلوم سعر الكاغض يغرض يدونيف يهدسو فغير روجن تريزور ذست المثل. الحمالة يلا ذا حلفو إنك نكون نرس رسفو صافي، الحمالة تقيد الحمالة وخلاص. حب الناس علامة من علامات سلامة القلب، وتمني الخير للناس. ما لازم الإنسان، خاطر النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي تحمضيه ما يحمضيه إيمانه. لذلك هذه بعض علامات القلب السليم. وفي النهاية نختم بآيتين في سورة الشعراء. ربي الناد: يوم لا ينفع مال ولا بنون، الآية 88 سورة الشعراء، إلا من أتى الله بقلب سليم، الآية 89 من سورة الشعراء. إذن في النهاية يا سعد اللي عنده قلب سليم، خطر نهايته مشرقة، نهايته سعيدة، نهايته مفرحة، خاتمته حسنة، نسأل الله حسن الختام. هذا ربي اللي قال يوم لا ينفع مال ولا بنون، معناه في الدنيا ينفعون هذا الشيء اللي عنده أموال وعنده أولاد، عنده شركات، عنده كاميوات، عنده كلش طبعا ينتفع، ولكن كي يموت بقى على خير. وكيما يقولوا الناس، يقول لك الكفن ما عندوش جيوب، كاش نهار شفتوا واحد لبس الكفن داروا له جيوب والو، يروحوا كاع معاه ولادو عائلتو احبابو، الكاميون نتاعو يرفدو فوقو، كاين اللي راح فوق الكاميون نتاعو نغلف فرقو نتاعو، مي كلشي يرجع غير وحدو يدخل وحده فقط، ويلقى ثم القبر يقولوا مرحبا بك اهلا وسهلا، انا بيت الدود، انا بيت الظلمه، ما كاش فيه كليماتيزور ولا تريسيتي ولول، انا بيت الوحشه ما كان والو. وربي قال يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اذن السلامه في الاخره في رحله الخلود مرتبطه بسلامه القلب،
والعبرة بالمآلات كما يقول العلماء. وربي قال واتقوا يوما كيقول يوم 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 لا ينفع مال إلا يوم لا ينفع مال يوم لا ينفع مال ولا بنون ذي قال يوم في سورة الشعراء الآية 88 في سورة البقرة في آخر ما أنزل عند جمهرة العلماء المفسرين وين ربي يقول آية 281 من سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله أن يرزقنا جميعا سلامة القلوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.